شمس القارة السمراء تشرق مجددا من مصر القاهرة، ولشروق الشمس على إفريقيا علامات تقترن بالمصير المشترك وتكامل المصالح، إذ تصدرت مصر الدول الإفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة لعام 2024. وتولي مصر اهتماما كبيرا لتعزيز دورها الريادي في القارة السمراء، وتعمق حضورها الإفريقي عبر التعاون والشراكات التجارية والاستراتيجية مع دول القارة. ووقع الرئيس المصري مع نظيره الصومالي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تستهدف القاهرة تعميق تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، إذ خصصت مصر جولة تمويلية لدول حوض النيل الجنوبي لإقامة مشروعات مائية وتنموية. وتشمل خطة المشروعات التنموية أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية مع دول القرن الإفريقي ودول الساحل وغرب القارة. ويتصدر المشهد الآن المشروع الضخم لحكومة القاهرة في تنزانيا، إذ تعكف مصر على تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، والذي يقوم بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك. ووقع عقد المشروع في ديسمبر كانون الأول عام 2018 بمدينة دار السلام في تنزانيا. وواجه مشروع سد تنزانيا تحديات وعراقيل تسببت في تأجيله، وهذا ما سنتعرف عليه في الدقائق التالية. رجاء لا تذهبوا بعيدا. جوليوس نيريري، إنجاز مصري في إفريقيا. على ضفاف نهر روفيجي في مضيق شتيجلر بمحمية سيلوس الواقعة في منطقة مورو جورو جنوب غرب مدينة دار السلام التنزانية، يقع المشروع القومي لتنزانيا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية. وتولي مصر اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم في تنزانيا، والذي يجسد العلاقات المتميزة وتعميق التعاون بين البلدين. وتعول تنزانيا على المشروع في توفير الطاقة الكهرومائية اللازمة للبلاد، بالإضافة إلى هدف السيطرة على فيضان نهر روفيجي والحفاظ على البيئة، إذ يعكس المشروع قدرة وإمكانات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في ظل سعي مصر الدائم لتعزيز ريادتها قارياً وتقديم الدعم لأشقائها الأفارقة. وينفذ المشروع التحالف المصري بين شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. وقال مسؤولو التحالف المصري إن عدد العمال بالمشروع بلغ في ذروته 12300 عامل، كما بلغ عدد المعدات الثقيلة المستعملة في المشروع نحو 1850 معدة ثقيلة، وبلغ إجمالي كميات الحفر نحو 14 مليون متر مكعب، في حين بلغ إجمالي كميات الردم للركام نحو 7.5 مليون متر مكعب، وإجمالي مكعبات الخرسانة نحو 3 ملايين متر مكعب، وإجمالي أوزان حديد التسليح نحو 90,000 طن. وشدد وزير الإسكان المصري على الشركات المنفذة باهتمام مصر بمشروع سد تنزانيا، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. تفاصيل المشروع العملاق. يتكون مشروع سد تنزانيا من سد خرساني رئيس لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطات الكهرباء. وتأتي أعمال الخرسانة للسد الرئيس بطول 1036 مترا عند القمة وبارتفاع 130 مترا. كما يتضمن المشروع إنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه. ويأتي التخزين بأطوال 1.4 كيلومتر و7.9 كيلومتر و4.6 كيلومتر و2.6 كيلومتر، بينما يبلغ إجمالي مخزونات المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، مع محطة ربط كهرباء فرعية بقدرة 400 كيلو فولت، وخطوط نقل الكهرباء بقدرة 400 كيلو فولت لأقرب نقطة بالشبكة العمومية. كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، لتخزين حوالي 32 مليارا
و800 مليون متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة، ولضمان توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، ومن ثم الحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة إفريقيا والعالم. تحديات وعراقيل تواجه السد التنزاني. يواجه مشروع سد تنزانيا تحديات عديدة دفعت الحكومة لتأجيل افتتاح المشروع، وقال المدير العام لشركة الكهرباء التنزانية مهراج شاندي إن الجدول الزمني لمشروع سد تنزانيا تأجل إلى وقت لاحق بعدما كان من المقرر افتتاحه في عام 2024 على أقصى تقدير. وأوضحت شاندي أن الموعد الجديد سيتحدد بعد الانتهاء من تقييم المشروع، مؤكدا أن التأجيل ليس متعلقا بقضايا تمويلية ولكن لأسباب أخرى. على الجانب الآخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إن هناك تحديات أخرى واجهت المشروع، من أبرزها وقوع السد في غابة كثيفة، وكذلك صعوبة الاستقرار على اختيار المصنع المناسب لتوربينات السد، كما أن الفيضانات الغزيرة على نهر روفيجي تسببت أيضا في إغراق بعض المعدات، هذا فضلا عن التأثيرات السلبية لتأجيل افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري، إذ تسبب التأخر في استكمال بناء السد بتأجيل تشغيل أول قطار كهربائي في تنزانيا. ومن المفترض أن ينتج السد الكهرباء اللازمة لتشغيل محركات القاطرات على السكك الحديدية، كما تأخر اختبار الخدمة على خط سكة الحديد دار السلام موروغورو والممتد على مسافة 300 كيلومتر ليصل للشواطئ الشمالية الشرقية على 5 مراحل. ويقدر حجم استثمارات البنية التحتية للمرحلة الأولى من القطار الكهربائي بنحو 30,700,000 دولار أمريكي. ومن المخطط إضافة محطات لرواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من الخطة الرئيسة لمشروع السكك الحديدية في شرق إفريقيا. وستعمل القطارات الكهربائية بمتوسط سرعة 160 كيلومترا في الساعة، إذ تختصر الوقت بين دار السلام وموروغورو إلى نحو 2 ساعة بدلا من 5 ساعات. وتأمل تنزانيا أن يعمل القطار الكهربائي على تقليل الازدحام على الطرق الرئيسة، فضلا عن خفض تكاليف الشحن بنسبة لا تقل عن 40%. وبسبب التأجيلات المتكررة لموعد افتتاح السد وتوقف العمل بالمشروع، تلقت تانيكسو طلبات تعويض من المقاولين المصريين بسبب خرق بنود العقد، إذ تسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في موقع المشروع بتوقف العمل في السد، مما أدى إلى مطالبة المقاولين بتعويضات قدرت ب8,530,000 دولار. وكان من بين أسباب التأخير في تنفيذ المشروع جائحة كورونا وفيضان نهر روفيجي. أهداف مصرية تنزانية. من المقرر ملء سد تنزانيا بنحو 33 مليار متر مكعب من المياه، وهي الكميات المستهدفة لبدء توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2115 ميجاوات، وذلك لتوفير احتياجات الكهرباء للدولة والتحكم في تصرفات المياه طوال العام، كما يتحكم السد في الفيضان ومن ثم بتوفير الاحتياجات المائية للزراعة، إذ يعمل المشروع على الحد من تكون المستنقعات الموسمية والتي تعد السبب الرئيس لانتشار أمراض خطيرة، فضلا عن استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري. ومن المتوقع أن يضاعف المشروع القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، وذلك لتأمين احتياجات تنزانيا من الكهرباء وإنهاء معاناة الانقطاع المتكرر للتيار، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسبب وفاة الآلاف وفقدهم سنويا. ويعكف الجانب المصري على تنفيذ مشروع جوليوس نيريري من أجل تعزيز ريادة القاهرة قاريا وتعميق التعاون بين البلدين. ويقوم بتنفيذ المشروع التحالف المصري لشركة المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وتم اختيار عرض التحالف المصري بصفة أفضل العروض الفنية والمالية، إذ تم توقيع عقد المشروع بقيمة 2,900,000,000 دولار في ديسمبر كانون الأول لعام 2018، ليعكس المشروع ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية
على تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعمل الدولة المصرية على زيادة الشراكات واتفاقيات التعاون في القارة السمراء. ويعد مشروع تنزانيا العملاق إنجازاً يضاهي إنجاز السد العالي في مصر. ويطلق الخبراء على مشروع سد تنزانيا الهرم الرابع لمصر في إفريقيا.